السنوات الأخيرة دي 30 أربعين سنة اللي فاتت والحد يعني الآن كثيرا ما نجد من المتحدثين والمتصدرين لعقول الناس في وسائل الإعلام وفي الكتب وفي مفهوم عجيب جدا يقول لك مثلا أنا ضد التراث أو لابد من القطيعة مع التراث أو التراث هو سبب التخلف وفي ذهنهم جميعا انه كلمة التراث تعني الموروث الديني والفقهي والحديثي وده غير صحيح التراث مفهوم واسع جدا يعني كل ما سبق زمنه وممتد فينا هو تراث يعني برج القاهره ده تراث الهرم ده تراث الماركسيه تراث انساني اه طبعا الدين باعتباره احد مكونات الثقافه في كل المجتمعات يعني هو يمثل جزء من التراث فلا معنى اطلاقا ل الناس اللي بتقول مثلا القطيعه مع التراث طب ما انت بتقول كده باللغه العربيه ما هي اللغه العربيه دي تراث يعني شيء سابق او ورثناه يعني عن السابقين وحتى المعنى قراني يعني وياكلون التراث اكلا لما يعني ما سبق تركه ما سبق للاوائل يعني تركه للاواخر فبالتالي انا استغرب جدا طبعا من هذا الاستعمال القاصر القاصر بالمعنيين يعني القاصر بمعنى انه مقتصر على جزء من التراث وتسميه الكل بالجزء والقاصر بمعنى الفهم انه انه مش واخد باله ان اللغه والمفردات والتصورات العامه احنا مجتمعات تراثيه اصلا انما التراث انواع يعني في من التراث اه ما هو قاتل وفي من التراث ما هو خامل ولا, ولا احد ينتبه اليه وفي من التراث ما هو فاعل يعني هو الـ الـ ابن الهيثم ده مش تراث يعني مقدمه كتاب الـ الـ المناظر يعني انا بنادي دايما ان النصوص اللي زي كده لازم تقرر على طلبه المدارس علشان يتعلموا من الصغر ازاي يفكروا تفكير علمي او ما كتبه ابن سينا او الفن القديم فكره الضمير عند في مصر القديم كل دي تراث فيا ريت ناخد بالنا ومن يعني غضبنا من بعض المشايخ المتعصبين لا يجعلنا ننظر الى التراث ككل هذه النظره القاصره ويمكن ده السبب او احد الاسباب يعني وجدت معها انه من المناسب ان تكون اخر وقفات لينا في هذه الحلقات المتواليات المتتاليه انها تكون عن جوانب أو أشكال أو تجليات من التراث القديم والنهاردة نتكلم عن التراث الروحي كما ورد في حلقة سابقة من إشارة سريعة إلى أن الإنسانية التي بقيت في الكهوف في زمن القنص أو في مرحلة القنص من حياة الإنسان على الأرض وظلت ما يقرب أو ما بين مليون واثنين مليون سنة بشر آه بس عايشين حياة تختلف عن الحياة الحضارية اللي ظهرت في الخمسين ألف سنة الأخيرة وتراكمت فيها خبرات إنسانية يمكن لسه مدفونة فينا في نزعات العنف والقنص وال... الحضارة كانت بتقاوم ده بتقاوموا ازاي سبل كثيره جدا من بينها اعلاء الروحانيه اللي هنتكلم عنها في التراث الروحي اليوم يمكن اول او من اوائل الاثريات او التراثيات او الجداريات القديمه هذا الشكل من التراث المصري القديم اللي يمكن يمكن لاول مره نفصل او تفصل الانسانيه بين وجود الانسان المادي ووجوده الروحي هنا بتمثل الروح ادي المتوفى وادي روحه ولحد دلوقتي احنا في مصر نقول روحه طلعت يعني كما لو كان في اعتقاد كده ضمني بانه الروح اثناء الحياة اثناء يعني الدنيا هي كامنة والوفاة زي ما قلنا هي الانتقال الى النهار او الخروج الى النهار فهنا روحه طلعت روحه دي مفهوم خاص يختلف عن مفهوم الجسد فالاحتياجات الماديه والشهوات والنوازع الحسيه هذه دائره والضمير والحق والخير اللي هي القيم يعني والخلود دي دايره اخرى والاثنين بيجتمعوا في الانسان في فتره حياته ثم ينفصلا عند الوفاه بتعبيرنا اليوم الموت وبالتعبير المصري القديم الخروج الى النهار. الفلاسفه اليونانيين بعد الزمن المصري القديم او بعد المنجز المصري القديم ابتداء من فلاسفه اثينا الكبار اللي هم افلاطون بقى وارسطو ومن جاء بعدهم وامتدادا في الفلسفه الاسلاميه كمان عند الـ الـ ابو بكر الرازي وابن النفيس أب وابن سينا والكندي والفارابي وابن النفيس كان عندهم اهتمام خاص بالتاكيد والغزالي كمان التاكيد على استقلاليه النفس عن البدن يعني وفي ادله بقى كتير قدموها يعني ايه يعني انه انت الان موجود في جانبين مختلطين انت لا تفرق بينهما انما عدم تفرقتك بينهما لا يعني انهما شيء واحد فمثلا حجه ابن سينا الشهيره الرجل المعلق في الهواء ودي كمان يقال يعني ان خدها الغزالي وخدها من كليهما ديكارت مش ده موضوعنا دلوقتي مين اتاثر بمين لان ده تراث انساني انما في دليل اخر دليل آه انه مثلا آه قاله ابن سينا انه الانسان لو يعني تصادف ان شخص قطعت ساقاه وذراعاه فهنا نص جسمه مخت... يعني ما عادش موجود هل نفسه بـ 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 بتبقى نص لا ما هو هو نفسه افكاره ورغباته بتبقى زي ما اذن هناك وجود مستقل للنفس عن البدن وما دام ذلك قائما فهذا يعطي امكانيه الاعتقاد بامرين بالبعث اللي هو معتقد مصر القديمه او بالاخره عند المسلمين والمسيحيين وبعدين اليهود بعكس الترتيب لانه في في العقيده اليهوديه ما بداتش ما فيش في التوراه يوم قيامه خالص دي بدات تظهر في الاواخر كده في اواخر العهد القديم تحت مفهوم اخريات هياميم اخره الايام وكان مفهوم حسي اخره الايام يعني العالم ده قبل ما ينتهي هيجي بقى ملك لليهود وكذا وكذا بس مفهوم مش اخروي مش متعلق بيوم القيامه. هم خدوا بعد كده الفكره دي من المسيحيه اللي خدتها من مصر القديمه وطبعا جه الاسلام وهي مستقره فعندنا يوم الحشر او عالم الاخره او يوم الدينونه عند المسيحيين كل دي مفاهيم قائمه على ان النفس لها وجود مستقل عن البدن فهذا الاكتشاف او الحقيقه المصريه القديمه اللي شفناها في هذا الرسم او النقش البديع المصري اتبنت عليه العالم الاخر الحساب والعقاب والجنه والنار واتبنت عليه ايضا فكره التناسخ ما احنا عندنا اعتقادات معتقدات كثيره آسيوية يعني شرقيه في الهند وحتى في منطقتنا هنا هناك اعتقاد بالتناسخ عند جامعات كثيره الفيثاغوريين كانوا بيؤمنوا بالتناسخ وفيثاغورس نفسه كان يقول ان هو قدر يفتكر حيوات سابقه له وبعد حتى الفرق اللي ظهرت في نطاق الاسلام زي الموحدين هم بيسموا نفسهم موحدين و... والناس الثانيه بتسميهم الدروز بي... بيؤمنوا بالتناسخ وتناسخ يعني ايه؟ يعني ال... ال... الروح بتستنسخ او بتظهر مرات متتاليه في اجساد متتاليه. ايا ما كان من صدق هذا او ذاك او 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 عدم دقته فهو قائم ومستقر على قاعده فكريه ان للنفس وجود خاص غير البدن هل ده كان له تاثير بقى في التراث الانساني؟ طبعا كان له تاثير وهنشوف بعد شويه تاثيرات الروحانيه في المنتج الانساني اللي تطور عبر عده الاف من السنوات الى ان انتهى الينا اليوم <applause> هناك في كل انسان في زماننا هذا او في الازمنه السابقه اللي في النطاق الحضاري يعني اللي بدا من حوالي عشره او خمسه عشر الف سنه مساحه للجسد ومساحه للروح بمعنى انه في شخص اخلاقي ده يعني انه بيغلب الجانب الروحاني وفي شخص همجي شهواني آه عنيف ما العنف عايز بدن عايز حس آه في شخص حسي يعني بشكل عام ولا يوجد ابدا شخص جس جسماني تماما لانه لازم في لغه وفي افكار وفي حتى لو بنسبه بسيطه وفي المقابل لا يمكن ان تجد شخص روحاني بالكامل لأنه لازم ياكل ويشرب وبالتالي المساله مساله نسب ما بين الـ المساحه الحسيه والمساحه الروحيه يعني مثلا الحضاره الرومانيه حضاره عظيمه طبعا كل شيء حسيه جدا الحضارات اللي نشات في الهند في المقابل يعني روحانيه اكتر إنما زي ما قلنا لا ده بيبقى حسي بالكامل ولا ده بيبقى روحي بالكامل لاحتياج الإنسان أو الحياة الإنسانية أو بقاء الحياة الإنسانية إلى الجانبين. فتسمت الـ 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 الروحانية بأسماء يعني النزعة دي الروحانية دي اللي موجودة من يوم ما بدأ الإنسان يرسم على جدران الكهوف ويستبقي صورة لمن سيأتي بعده ومن يوم ما قعد الإنسان الأول في مرحلة ما ينظر إلى النجوم ويرجع البصر البصر كرتين فينقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير من 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 هذا اليوم وفي تراث روحي له اسماء متعدده فاحنا مثلا في تراثنا العربي الاسلامي نسميه التصوف في التراث المسيحي بيسموه الرهبنه في التراث اليهودي يسموه القباله في التراث الشرقي الهندي القديم والفارسي يسموه النسك النساك الهنود وكده ايضا اليونان فيها نسك عالي جدا يعني فكره الناسك دي المختلي اللي بي في فلسفات كامله الفلسفه الكلبيه مثلا مذهب ريستوبوس القرنائي ديوجين صاحب المصباح اللي بيدور على الحقيقه و بيعمل آه طاليس او للفلاسفه اللي كان مشغول بالافلاك والب... كل دي نزاعات مقابله للحس يعني نزعات روحيه وانعكس هذا الاتجاه الروحي او القسم الروحي من الانسان باكثر ما يكون في المنتجات الحضاريه في الفن في الرسم في النقوش على الاحجار يعني احنا لما نشوف الجدران المقابر المصريه القديمه في الدير البحري مش معقول الجمال ده يعني الالوان اللي بقية دي وهذا البهاء انا مش بتكلم هنا عن العلم ولا شكل الزودياك الفلكي والمكتشفات بتكلم على النزعه الفنيه اللي بتاخد زهره او بتاخد لقطه من زهره اللوتس مثلا وبتعمل منها هذا الفن الجميل هذا ممتد عند انا وانا بجهز للحلقه دي وقفت عند زاويتين لصوره او سكتش اللي بدا بيه ليوناردو دافنشي اللي ده اللي كان سايب البشريه كلها وعايش في في بيت قديم زي القلعه كده فوق جبل روحاني وهو عنده هو عنده لوحه مشهوره قوي اسمها ليدا اسمها عده مرات يعني اللوحه طبعا فاتنه وأنا معرفش إزاي بعض المؤرخين بيتهموا ليوناردو دافنشي بأنه ما كانش بيحب الستات ومش عارف هو اللي ما حبش الستات يرسم الجسم الأنثوي بالجمال ده يعني المهم ال 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 السكتش الأولاني بقى للوحة مقارب جداً للزاوية دي اللي, 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 اللي نشوف منها تمثال هو تقريبا اشهر تمثال عمل فني يعني في التاريخ اللي عمله مايكل انجلو وموجود دلوقتي في الفاتيكان في متحف الفاتيكان في روما بيقول عليه بالاسم اللاتيني يعني القديم لبيت او المنتحبه او الحزينه او اللي زعلانه لانه بيمثل صوره السيده مريم وفقا للاعتقاد المسيحي طبعا بعد ما نزلوا المسيح من علي الصليب وهي قاعدة له كده وهو متوفي لما نبص في زاوية النظر نلاقي سمة واحدة بتربط بين الإتنين ايه السمة دي الروحانية سواء كنا بنحكي عن مريم البتول الأم الثكلى لابياتا أو الإلهة البديعة الجميلة دي يجمع بينهم أن تخرج صورة الأنوثة بهذا الجمال اللي هو بالقطع غير حسي حتى وإن كان موضوعه محسوس فبرغم عري بعض يعني إحدى اللوحتين في ليوناردو دافنشي مش عايزين نجيبها تاني بقى خلاص إنما تقدروا تشوفوها يعني على يظل انها مش مثيره للشهوات ولا للجزء الجسداني لان هي بهائها روحاني ويصعب الفصل فيه او في هذا المنظور ما بين ما هو ديني وما ديني مسيحي يعني وما هو معتقدات وثنيه او او وردت في الديانه اليونانيه القديمه وزي ما الروحانيه بتظهر في التراث الانساني الفني بتظهر ايضا في الشعر بتظهر في 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 سائر اللغات يعني من يونس إمره التركي الى طاغور الى الاقدم منهما زي فريد العطار في منطقه طير آآ الى آآ ابن الفارض في يعني شوف ابن الفارد ده بيسموه يعني الشاعر الاكبر عند الصوفيه واكبر واكبر قصيده له حتى في حيث الحجم وهي الاشهر يعني اسمها التائيه التائيه الكبرى ويسموها نظم السلوك يعني دي القصيده اللي هي النموذج اللي بيبين الطريق الصوفي كله فيبدا المطلع بتاعها بانه يقول سقطني حمية الحب راحه مقلتي وكاسي محيا من عن الحسن جلتي تاني بيقول انا اللي عمل فيا كده تاني بالعمية يعني أو الأبسط أنا ما أدى بي إلى هذه الحالة المسمى الحب اللي هو أحد تجليات الروحانية راحته هنا الراحة بمعنى أنه مستريح والراحة بمعنى اليد راحة مقلتي يعني أن عيني استريحت أو والراحة طبعا شبيهة بالراح والراح والخمر والعين هي المجال الحسي اللي وصل العاشق الى عشقه هذا والكاس اللي شربت بيه الراحه ده وسببت الراحه دي الكاس ده كان عباره عن ايه محيه يعني وجه او طلت من عن الحسن جلتي يعني هي اكثر جلالا من ان توصف بالحسن وعشان برضو نوضح الحتة دي الصوفية الكبار في, في تراثنا الروحي بيفرقوا بين الجمال وبين الحسن فبيقولوا ان الحسن صفة انسانية فن يعني في لغات الصوفية قد نقول فتاة حسناء او امرأة حسناء ما نقولش امرأة جميلة ليه؟ لان الجمال صفة الهية فلو ما كناش نقصد المعنى المجازي بتاع تجلي الذات الالهيه على وجه المحبوبه زي ما حصل مع ابن عربي مثلا مع البنت الجميله النظام بنت رستم الكيلاني لولا ذلك لا يوصف المادي بالجمال يوصف بالحسن فالجمال والكمال والجلال دول ثلاث مجالي او تجليات للذات الالهيه فيبقى بيت الشعر اللي بتبدا بيه او مطلع التقيه الكبرى سقطني حميه الحب راحه مقلتي وكاسي محيه من عن الحسن جلتي نفس هذا النزوع الروحاني ورؤية العالم هنلاقيه مثلا في مطلع النادرات العينية والنادرات العينية كانت دي قصيدة أيضا طويلة لعبد الكريم الجيلي وكنت بدأت بيها يعني أو كانت موضوع رسالتي للماجستير وأنا فاكر أول ما قلت للأستاذ المشرف انزعج جدا قال لي عبد الكريم الجيلي أنت مالك أنت ومال عبد الكريم الجيلي هتفهمه إزاي أنت ده ده انا بقى لي 50 سنة بدرس تصوف وما فهمتش الجيلي. وبعدين زعلت انا و يعني وقعت وقائع كثيرة وانتهت إلى أني سجلت الرسالة وجيه الصورة دي من يوم المناقشة ده الشيخ مصطفى حلمي القادري تفضل يعني أيامها وجيه حضر المناقشه يعني معبرا عن إن اعجابه بالرساله وكده اللي كانت بتدور حوالين قصيده النادرات العينيه. اللي بيقول مطلعها فؤاد به شمس المعارف طالع فليس لنجم العزل فيه مواقع صح الناس من سكر الغرام وما صحى وأفرق كل وهو بالحان جامع يعني أنا مش عارف المخرج عمال يشاور لي بإنه الوقت خلص وأنا كنت عايز أقعد معاكم أكتر ونتكلم عن الطاقة الروحية الهائلة الكامنة في ابيات الشعر الصوفي من الحلاج لابن عربي لجلال الدين الرومي صاحب المثنوي المفروض كانت الحلقات دي تبقى كل حلقه تلات اربع ساعات كده عشان نقعد نتكلم على كل حال نتوقف الان وسنعود مجددا للكلام عن جانب اخر من جوانب التراث خلينا في المره القادمه نتحدث عن التراث العلمي